في هاد لا كومبيتيسيون, وخصوصا الاهميه ديال ثلاثه نقاط في البلد ديالنا. يعني بغض النظر على هاد المقابلات, حتى المقابلات اللي جايين ادوميسيل كيخصهم يتربحوا. حنا كنا عارفين بان المقابله يا اما حنا اللي نسهلوها على راسنا ولا نصعبوها على راسنا, فحاولنا ما امكن اننا نبداو بالطريقه اللي خصنا نبداو بها, افيك اون ديتيرمينياسيون, افيك اون كونسونطراسيون, بوكو داغريسيفيتي, وبان ديسيبلين تاكتيك. توفقنا بواحد الشكل كبير. دوزيام بريمير ميتون كانت كلها تقريبا ديالنا, كان بامكاننا كذلك اننا نسجلوا اكثر ديال الاهداف. مي دوزيام ميتون ما كانش الامور كيف ما خصها تكون, خصوصا في 60 دقيقه الاولى. حنا ولينا لاعبين اون فونكسيون ديال الفريق الخصم, يعني هبطنا لو ريتم. هذه اشياء اللي ما خصهاش تكرر مره واحده اخرى. مي سي اون بون شوز انها توقع لنا باش اننا نخدموا ونتحسنوا. في 15 دقيقه التاليه من بعد لو شونجمون اون ريوسي ا روتروفي عاوتاني لو جو ديالنا كومبيني. مي مره واحده اخرى تنقول لك بان الحمد لله على هذه النتيجه هذه. دابا حيدنا الصفحه ديال هذا الفريق ديال هذه المقابله هذه, ونتوجهوا ان شاء الله المقابله ابتداء من الان, المقابله اللي جايه ضد الفريق الزامبي.